بنت الوال، بنت الوال، ايه يا زهرة؟ ايه في ايه؟ ثلاثة اغتصبوها والدكتور فهمي بيقول محتاجة عملية. هو ايه اللي حصل فيه ايه؟ لانها العجلة عملتها معانا. هو ده وقته برضه؟ معلش. فين العجلة دي؟ انت العجلة يا جايبالي وجع القلب على طول. غطي بطنك بالحزام ده. وبعدين يابا انا بقيت فلوس الشهر التالت وبطني عماله تكبر. انا مش عارفه هنعمل ايه. هنقول لاخوكي ايه؟ كان لازم تقولي له ساعه المصيبه دي ما حصلت. انت شايله هم اخويا؟ انا شايله هم الناس والفضيحه اللي انا فيها ديت. كان لي فين بس القرف ده كله؟ عشان موتوا بيها الناس. في حد قبل كده جربها؟ بيقولوا في ستات كتير جربوها. بقول لك يا زهرة، انت لو خايفة بلاش. بلاش ازاي يا نوال؟ ربطني كل يوم والتاني عمالة تكبر على اليوم اللي قبله. روح بس فين من الناس؟ الناس؟ الناس ولا اللي انت فيها؟ انت اللي سكتي يا زهرة. كنت عايزة اعمل ايه بس يا نوال؟ عندي ايه؟ تقلبي الدنيا وتهدينا، تروحي تبلغي على ابن الكلب اللي عمل العمله السودا دي. ما قدرتش، كنت خايفه جدا.
الفضيحه. الفضيحه؟ الفضيحه ولا اللي انت فيه؟ تقولي لي بقى لما تتجوزي هتعملي ايه؟ هقول له الحقيقه وهيصدقك ان شاء الله. عدل ما صدقني كفايه اللي انا فيه. انا خلاص كرهت جلسه الرجاله. كلهم عايزين الحر يا نوال، كلهم عايزين الحر. مالك يا زهره واقفه كده ليه؟ لا اصل البنت اللي دخلها من شويه دي صعبت عليها قوي. اصل اللي يعمل كده يستحق الاعدام. ممكن نتكلم مع بعض شوية؟ هو مش انت اللي... ايوه انا اللي قلتلك قبل كده ان في شغلانة ممكن تعوضك عن كل شقة والتعب اللي شفتيه في حياتك. مش معنى اخترتني انا بالذات يعني؟ تفتكر ينفع نتكلم هنا في موضوع مهم هتكسبي منه نص مليون جنيه؟ لا بقولك ايه، انا مش اللي في دماغك دي خالص. ما تفهمنيش غلط. طب قول عايز ايه. خلصت. ممكن نتكلم في العربية؟ ما انت لما قلتش عايزين همشي وسيبك دلوقتي حالا. استني يا غبية، ده بيقول لك نص مليون جنيه. ما اشوف اخرتها ايه معاك. صدقيني انا عايز مصلحتك. حاضر حاضر. طيب يعني بتخبط. اهلا. السلام عليكم يا خالتي. عليكم السلام. ازيك يا زهرة؟ هو فوزي هنا؟ موجود. بتهيألي انك لسه راجعه من الشغل. هو كمان لسه راجع ويا دوبك دخل يستريح. اما اشوفهولك. يا فوزي. فوزي؟ فوزي. يا زهر. طورتي. ازيك يا فوزي؟ انا عايز افهم موضوع خطير جدا. يا ساتر يا رب ايه خير؟ مش عايزه حد يسمعنا. تشربي حاجه يا حبيبتي؟ لا كتر خيرك يا خالتي. بص يا ماما، عاملين لي قهوه على العين الصغيره دي وسيبها تغلي بقى زي ما هي عايزه براحتها. حاضر يا حبيبي. حاضر من عينيا. ايه الموضوع الخطير اللي انت عايزني؟ في واحد عايز نقتل الحاج فجر على جبل يسرى. طب وانت عرفت ازاي؟ هو انت قابلتي؟ هو اللي قابلني. قابلك فين؟ جالي مره في المستشفى، والمرة التانية لقيته لابد لي قدام باب المستشفى وكان عايز اركب معاه العربية وانا مرضتش. وما قالكيش هو عاوز يموته ليه؟ ما قالوليش. هم عايزين ننفذ وخلاص. تنفذ ازاي يعني؟ بأنهي طريقة؟ اديله حقنة هوا وهيدوني نص مليون جنيه. طب تعالى زهر. وانت رأيك ايه؟ امال انا جايلك ليه؟ انا بس خايف من حاجه. حاجه ايه يا فوزي؟ لو ما نفذتيش كلامهم مش هيسيبوكي في حالك. ليه بقى؟ ان شاء الله انا حره. حره ازاي؟ ما انت كده خلاص عرفتي سرهم. خلاص انا هقول لهم عايزه مليون جنيه. كده تبقى عجزتيهم. المهم انت قلت له انك موافقه. لا طبعا، هو انا رميه؟ قلت اموص دمهم الاول. طب افرض بقى يا فالح ما شفتش خلقتهم تاني. لا من حد اطمني هتشوفي خلقتهم تاني وتالت ورابع لحد ما تنفذ اللي هم عايزين. اللي هم مين يا فوزي؟ اموت واعرف هم مين. وتموتي ليه واحنا عندنا كام زهر؟ مش المفروض كان يدوني عربون؟ ما هو ده بقى على حسب اتفاقك معاهم، وتسيبي الباقي عليا انا. ناوي تعمل ايه يا فوزي؟ بعدين اقول لك، المهم دلوقتي نمشي خطوه خطوه. طب انت مش شايف ان الموضوع ده في خطر علينا شويه؟ ولا يهمك، طالما معايا ما تخافيش. صباح النور. معاد الحقنة. مش هاخد حقنة. فين زهرة؟ زهرة اجازة يا حاج. تاني؟ مش انا قلتلك طول ما انا هنا زهرة ما تاخدش اجازة؟ ما هو برضو من حقها يا حاج، وبعدين انا جاي مرضك بنفسي. كتر خيرك يا ستي، انا محدش يمرضني غير زهرة. فين زهرة؟ اجيبها لك منين دلوقتي يا حاج؟ اتصلوا بيها تيجي.
ما عندهاش موبايل. زهرة ما عندهاش موبايل؟ ده كلام؟ فين منتصر؟ اغلى موبايل في مصر. هلا هلا هلا، ده الاوتوموبيل ولف على الحي بتاعنا. والبركة في مين؟ على هانم بنت الاصول اللي عاملة فيها خاطرة الشريفة. لا مش هنزل، انا النهاردة اجازة، وبعدين عايز استريح شوية. يا ستي الحاج هيعوضك عن يوم الاجازة ده، وبالمناسبة هو بعت لك الموبايل ده بالخط بتاعه، وكمان مسيف لك عليه نمرته. لا انا مش عايزة حاجة، برضو مش هنزل، وبعدين انت عايزني ازاي اسيب امي قاعده لوحدها؟ وما فيش حد غيري بيقعد معاها؟ خليل اخويا لو ما عندوش شغل. طب ما انا لما جيت المره اللي فاتت كانت قاعده لوحدها. يا بنت اسمعي الكلام وانزلي بقى شوفي شغلك. الله يخليكي، ربنا يخليكي لينا يا ست الحاجه. مش رايحه يعني؟ مش رايحه. يا بنت حرام عليكي، لا يكون الراجل تعبان ولا حاجه ومحتاج لك. والله يا ست الحاجه الراجل تعبان قوي والله، ده الحد دلوقتي مش عايز اي حد يجي جنبه لغايه ما تيجي الست الزهره وتدي له الحقنه بنفسها. يا بنت ان كنت عامله على قعدتي لوحدي ما تخافيش، انا واخده على كده وكل حاجه جنب مني، والحمد لله دلوقتي ابتديت اتحرك شويه. وعشان خاطرك انت يا ست الحاجه انا هخلي الحاج يديها 500 جنيه تعويض عن اليوم ده. لا لا يا استاذ، لا ده كده قليل قوي 500 جنيه، دي يوميتها في المستشفى بالاكراميات 2000 جنيه. اه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ اه ماشي مفيش مشكله. طب يلا يا بيت يلا ما تضيعيش الفرصه من ايدك. حاضر انا هنزل بس عشان خاطر امي. ايوه بقى كله كده على دي عيني عينك يا تاجر، خلاص مفيش رجاله مفيش شبابات. يا خساره يا خساره على الرجاله يا خساره على رجاله الحته. يا اصله ده صحيح، اللي ما يشوفش بالقطر يبقى اعمى. جيت وهلت يقرع. اقرع ايه المقابله الناشفه دي بقى؟ اسكت اسكت، انت مش اتفضحت في الحته كلها وبقت فضحتك بجلاجل؟ اختك زهره النهارده واحد جه خدها بعربيه وراحت معاه. راحت فين يا بنت؟ وانت بتسالني انا استناها يا حبيبي لما تيجي وتبقى اسالها راحت معاه فين؟ ولا تستناها ليه؟ اسال امك، ما هي امك سرهم كده كده. انت شفتيها بعينيك ديت راكبه العربيه؟ انا مش شفتهاش لوحدي يا حبيبي، الحته كلها شافت اختك وشافت الفضيحه. ولا كيداهم على قالته عليك وعلى اختك. ماشي يا زهره، هي وسطت العربيات ما شفتهاش لك بهرها اللي قدام. وبعدين معاك على فكره انا كده هبلغ البوليس. يا رب لما اشوف اخرتها معاك. انا موافقه بس المبلغ مش عاجبني. وماله؟ نزودولك شويه. 100,000 مبسوطه؟ 1,000,000 جنيه. لا كتير قوي، دي جريمه قتل محدش هيعرف. انا هنزل. استني بس احنا بنتفاهم. ايه رايك لو خليت لك المبلغ 3/4 مليون جنيه؟ بقول لك ايه، 1,000,000 جنيه كاش يا اما بلاش. اوكي انا موافق. طيب ادفع لي النص في الاول. لا معلش، احنا في تعاملاتنا بندفع 20% عربون لاي عمليه. طب ربع؟ انا محتاجه فلوس عشان جواز اخوكي. انت عرفت منين؟ احنا قبل ما نكلف اي حد مع عمليه لازم نعرف عنه كل حاجه. طب انا محتاجه كمان اغير بيتنا في المنطقه يعني عشان الشبهات ما تحومش حواليا. وماله؟ تحت امرك. طيب ممكن بقى توصلني؟ وده يطلع مين ده يا بت؟ انا مش قلت لك قبل كده؟ قلت لي ايه؟ هو انت عيطتي بتقولي لي حاجه؟
انا بسمع من بره زي الغرب. بيشتغل عند الحاج فرج ابو اليسر. فرج ابو ايه ده؟ فرج ابو اليسر المحل الهدوم بتاعه عندنا في الحي الكبير ده. يا دين النبي، هو انت تعرفه يا وادي خليل؟ انا اطلع مين انا عشان اعرفه؟ دي مصر كلها عارفاه، دي محلات الملابس بتاعته ماليه شوارع مصر. بس اشمعنى انت بالذات يا بنت اللي طلبك يوم اجازتك؟ ما اعرفش، روح اساله. فاساله وتلاقيه بقى هرش واب بالمعلوم. تقصد ايه؟ اقصد يعني خدت كام؟ يعني ايه يا بنت؟ خدت كام؟ يعني خدت قرشين وجبت بيهم كلهم دواء لامي. يا دي ام الدواء اللي مش عاوز يخلص ده. ما هي الست دي مش عايزه تخف بقى. لا يخرب بيتك، انت مفيش في عندك رحمه؟ دماغك كلها في الفلوس، حتى امك مش عايز تتمنى لها الشفاء. اعمل لها ايه؟ انا قبل كل الولاد دي بتاخد الدواء غلط من هنا كده، وبعدين ده واخد كل فلوسك. اللي يسمع كده يقول انك انت بتصرف على علاجها من جيبك. هو انا وانت في فرق بيننا؟ عايز حاجه تاني مني؟ عايزه. تعالى خدت البرتقال وماشي ليه عادي هنا. عايز ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عاوزك تركزي مع الراجل ده اللي اسمه فرج ابو اليسر. يعني ايه اركز معاه؟ الراجل ده كله خير يا زهره، هتشوفي منه الخير والسعد كله، وبكره تقولي اخويا خليل قال لي كده. مش فاهمك برضه يا خليل، تقصد ايه؟ قصدي خير يا حبيبتي، انا مش عايز منك حاجه، احنا لا شباب عواله ولا مستنيين حواله من حد، انا عايز مصلحتك انت بس يا زوزه. وبعدين رغم ان انا تعبان ونفسي اتجوز بديعه، الحكايه طولت قوي، ونفسي انقل الدبله من ايدي اليمين لايد الشمال. ايه ده؟ هي عملت ليه كده؟ هي ايد الشمال دي شتيمه ولا ايه؟ ايوه يا جورج، انا ماجد. لا انا مش هقدر اطلع رحله باريس بكره، شوفوا حد تاني غيري. لا محتاج يومين ثلاثه اريح شويه بس. طيب ماشي، هكلمك بعدين. متشكر. عملتي قابلتيه؟ ايوه قابلته، واداني ربع مليون جنيه غرمان. حلو قوي. انت عملت ايه؟ ظبطت لك كل حاجه، وبكره الصبح تصحي بدري عشان تيجي معايا مشوار. بقول لك يا فوزي، انت مش شايف ان العمليه دي ما فيهاش اي خطر عليا؟ انا كل ما افتكرها كده جسمي يتنفض. طالما معاكي فوزي اطمني. فوزي اوعى تودينا في داهيه. ما قلت لك ما تخافيش يا زهر، انا بخاف عليكي اكتر من نفسي. ومن دلوقتي اعتبرينا بدأنا العملية. عملية؟ عملية ايه يا فوزي؟ يلا يا حاج بقى الشمر عشان اديك حر. شمر دراعي؟ ايوه دراعك. حاضر. عشان الحقنة دي حد قال في العرق. وانا بقى ما بحملش غير هم الحقن اللي في العرق دي. ما تخافش. وادي بقى وشك الناحية التانية عشان ما تتخطش. يلا. بلسم يا اخواتي، بلسم ما شاء الله، ايدك زي الريشه. الشفا يا حاج. تسلم ايديك يا زهر. الله يسلمك. هسيبك بقى تستريح، وكمان شويه حاجه اطمن عليك. ها خليك شويه. معلش انا اصلي عندي شغل كتير قوي.
صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ؟ انا لسه زهره. اخبار الحاج ايه النهارده ان شاء الله؟ الحمد لله زي الفل. انا لسه مديله حقنه، بس يا ريت تسيبه ينام شويه ويستريح، بلاش تزعجه. وفي ايه؟ منتصر، ومن فضلك بقى مش عايزك تتكلم عليها ولا كلمه. يا حاج انا ما اقصدش. انا انت ايه ما تتكلم يا حاج. يا حاج انا قصدي يعني انها مش من مقامك، مش مستواك يا حاج بصراحه كده، ما تناسبكش. قصدك ايه يعني؟ انها اصغر مني؟ انت ولا فاكرني عجزت؟ ده انا اصبى منك. لا يا حاج انا مش بتكلم من الناحيه دي، يعني انت بسم الله ما شاء الله يا حاج ربنا يديك الصحه، انت اصبى من اي شاب. انا بتكلم على الحاله الاجتماعيه، المستوى الاجتماعي يعني. يا حاج يا حاج انت لو شفت زهره دي ساكنه فين؟ ده انا معرفتش ادخل الحته بتاعتهم بعربيتي من اصلا، ولا السلم بتاع بيتهم يا حاج. طب ده انا وانا طالع على سلم بيتهم كنت خايف لا ياخدني ويوقع. وانا هتجوز الشارع بتاعهم ولا السلم بتاع بيتهم؟ انا هتجوزها ايه؟ طب ده انا ولا لو سكنها في حته قصر محدش قبلها ولا بعدها سكن زيه. زهره دي حته جوهره، مش لازم اسيبها تروح من ايدي. يعني انت مصمم يا حاج؟ ايوه مصمم. خلاص زهره دي دخلت هنا وقعدت واستربعت، وانت عارف يا منتصر اللي تدخل هنا ما تخرجش. حاج ما تخرجش ايه؟ ما كتير غيرها يا حاج دخلوا وخرجوا، بس ولا واحده منهم كانت زي زهره. ايوه يا حاج، يعني الست فهيمه ولا الحاجه حليمه يا حاج؟ ما انت عارف يا منتصر دول انا باقي عليهم عشان امهات بناتي، مش عايز احرم البنات من امهاتهم. ولك عجبك على مصيبه هنا من حاج الزاويه؟ انا مش فاهمه البال والمسيحه دي وقعت علينا منني مصيبه. ايه مالكم يا جماعه؟ في ايه؟ ده زوجتك يا اخويا، ده زوجتك هيتجوز علينا تاني. وبتعرف مين؟ مين؟ زهره؟ انت كنت عارف؟ وانتوا مين اللي قالوكوا الكلام ده؟ منتصر. ياه قد كده انا كنت مخدوع. شو بقى؟ ليه ساكت؟ ليش ما عم ترد لا من تمك ولا من كمك؟ والله بفكر في الموقف البايخ اللي حطيت نفسي فيه. ليه شو صار؟ تعالي اخوك باين عليه هو كمان بيحبها. بيحب زهرة؟ امال هو اتغمى كده ليه لما عرف انها هتتجوز الحاج؟ قولي علامتي الهي، انا افتكرته بانه زعل على حال اخته وعلى المصيبه اللي هي فيها. اجري خليك في مصيبتك. قولي يا ماجد، زهره بتحبك؟ والله يا مدام فهيمه انا كنت فعلا فاكر انها بتحبني، لكن دلوقتي اكتشفت انها بتحب الفلوس. قولي على عيونه الهي وفرج. هتحب فرج ليه؟ هتحبه عشان ايه؟ عشان الفلوس طبعا. تصوروا ان انا شفتها مع واحد تالت. الهي يبعت لها 600 حمى. ولك شنو هالبنت هي؟ يا خبتك يا فرج يا خبتك. قالوا بسلامته فاكر انها وقع في دباديبه. يا متر
ازيك يا استاذ كمال؟ اهلا. يا ترى ناويه تنفذ العمليه امتى؟ يعني شوف انت عايزين تموتوه امتى؟ الليله يكون احسن. لا 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 لا، الليله ازاي؟ مش ممكن ابدا، انا لسه مخلصه الورديه بتاعتي، لو رجعت المستشفى تاني هيشكوا فيا، خصوصا يعني انا بدي الحاج الحقن الصبحيه. يعني بكره الصبح هنسمع خبر كويس. انتوا فلوسكوا جاهزه؟ انا حاسب لك شنطه تحت الترابيزه فيها بقيه المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. طب تستنى بقى لما عدها. لا يا زهر، هنا قدام الناس. على العموم احنا معاملتنا كويسه، تصبح على خير. خير ايه يا ريس؟ على فين ماشي كده وسايب الشنطه بتاعتك؟ شنطه ايه؟ وبعدين انت مين؟ حقك تعرف برضه انا مين. اتفضل. افرض، انت عايز مني ايه؟ انت مش عارف انك مقبوض عليك؟ بتهمة ايه؟ بتهمة التحريض على الاكل؟ اكل؟ انا كنت مديها معاد غرامي. لا لا لا، هو فعلا كان عايز نقتل فرج. متقلقش، معاك الاستاذ فوزي العدو والشمشرجي المحامي اخصائي نقد واستئناف واموره مستعجله. بقول لك ايه يا استاذ، ما تحاولش، احنا مسجلين لك كل حاجه صوت وصور. اما الفكره الترابيزه الفاضيه دي احنا كنا سايبينها لك ليه؟ عشان سيادتك تقعد عليها ونصورك ونسجل لك كل الكلام اللي بتقوله. واكبر دليل على كلامي. اتفضل. ايه اخبار يا فوزي؟ مفيش حاجه كتب في الجرايد؟ تصوري ولا جريده نزلت الخبر لحد دلوقتي؟ يعني ايه تفتكر لسه ما عرفوش؟ ما عرفوش ازاي؟ هم دول بيخفى عليهم حاجه؟ هم ما كتبوش ليه يا فوزي؟ ما كتبوش ليه؟ لا، يبقى اكيد النيابه هي اللي منعت النشر. طب ايه السبب؟ السبب يا فوزي، السبب اهو، السبب ده بقى هو مربط الفرس. يعني ايه؟ نقبنا طلع على شونه؟ ده احنا عاملين الحكايه دي كلها عشان الحاج يعرف اني انقذت حياته وضحيت بمليون جنيه. ايوه طبعا، وكان لازم يديك هديه تستاهل. طب احنا هنوصل الموضوع ده بقى للحاج ازاي؟ وصول الموضوع للحاج بقى ده سيبيه عليا انا، وطالما فوز العدو الشماشرجي حط مناخيره في موضوع يبقى لازم ينتهي كما ينبغي. صباح الفل والياسمين. بسم الله. ألف هلا وشفا يا حاج. زهرة، افتحي درج الكومودينو اللي هناك ده، هتلاقي علبة قطيفة هديقة. من عيني. حاضر. هي دي يا حاج؟ اتفضل. افتحيها. الله، عجبتك؟ طبعا، دي تحفه يا حاج. دي انت جايبها بقى للست حليمه ولا الست فهيمه؟ لا لا لا، فهيمه ايه وحليمه ايه، ما يليقش عليهم الحاجات دي. انا جايبها لك انت يا زهر. جايبها لنا يا حاج بمناسبه ايه؟ دي اقل مكافاه تستحقيها. ربنا يخليك، بس مكافاه عن ايه يعني؟ انت اصلك الحقيقه عملتي عمل عظيم قوي يا ست زهر. عملت ايه يا استاذ منتصر؟ لا لا لا، دي انقذتي حياه الحاج فرج ابو اليوسف. طب وانت عرفت منين بقى؟ انت ما تعرفيش بقى ان انا عندي مخابرات؟ انا مش عارفه يا حاج مين الناس اللي عايزه تموتك دي، وليه بس عايزه تموتك؟ لا دي حكايه كبيره قوي، انا بقولها لك بعدين. المهم عايز اقول لك ان انت كنت كبيره في نظري، دلوقتي بقى كبرتي اكتر. انا عينيا ليك يا حاج، بس معلش ما تزعلش مني، انا الهديه دي مش هقدر اقبلها خالص. طب ليه؟ صدقني يا حاج، انا كده هحس ان انا ما عملتش حاجه. انا اذنك لما تعوزني ابقى اضرب لك كرس. استني يا زهر. افندم يا حاج. كده بقى هتزعليني منك، خدي بقى من ايدي ما تكسفينيش. حاضر يا حاج، انا هاخدها بس عشان خاطرك. انا اذنكم. بذمتك شفت الناس بالاخلاق دي؟ اخبار الحب ايه؟ قصدك ماجد؟ قصدي الحاج. ده
راجل فاكر ان اي واحده يقدر يشتريها بفلوسه. ما اني اقول لك حاجه، طيب قوي دمه خفيف. والنبي انت عبيطه. وهي اي واحده تحب تبقى عبيطه يا هبله انت؟ يا زهره الدنيا فرص. كلامك عيني وراسي، لكن اعمل ايه بقى في بختي؟ مش قادره يا نوال، بحب ماجد قوي. يعني اتفقتوا يا بنتي؟ من غير ما نتفق عينينا بتتكلم، مع ان هو بقاله كام يوم جاش المستشفى. بقول لك ايه، تيجي نكمل رغي كده ونجيب سندوتشات فول وطعميه. فول ولا طعميه؟ واحد فول واحد طعميه. اوعي يكون نسي يحط لك طرش. لا جايبه اهو. قولي لي بقى، ما بتتكلموش في الموبايل ليه؟ اصل ما اعرفش ان انا جبت موبايل، عشان كده بضرب عليه ما بيردش عليا. طب ما الحاج ومنتصر عارفين ان مريتك، اكيد ادوها له. لا ما هو ما بيجيش المستشفى، هيشوفهم فين؟ مين قال لك؟ ده جه بعد ما انت خلصتي ورديتك. ماجد؟ ايوه ماجد، حتى انا سلمت عليه. وما سالكيش عليا؟ لا ما سالنيش عليك. تلاقيه بقى اتشغل بحد تاني. يعني ايه اتشغل بحد تاني؟ انت ناوي شفتي معاه حد؟ بصراحه لا، انا ما شفتش معاه حد. امال انت تقصدي مين بالكلام ده؟ اي حد من اللي بيركبوا معاه الطيار. لا 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 لا، ما افتكرش. ماجد مش من النوع ده خالص. خلاص براحتك، ما تفتكريش. انا مش قادره افهمك يا نوال، انت ليه بتحاولي تفرقي بيني وبينه؟ يا زهره يا حبيبتي، انت صاحبتي وانا عايزه مصلحتك، مش عايزاكي تعيشي في اوهام وتضيعي الفرصه الحلوه من ايديك. انا فرصتي الوحيده ماجد، ما بحبش حد غير ماجد، مش هتجوز حد في الدنيا غير ماجد، حتى لو جبتولي راجل معاك نص الدنيا كلها. ما شاء الله، بقيت عال قوي يا حاج. انت دلوقتي ممكن تخرج في اي وقت. اخرج اروح فين يا دكتور؟ تسيب المستشفى؟ خلاص مبقاش فيه لازمه ان انت تستنى هنا. لا لا لا، ده فيه لازمه قوي. انا حاسس ان لازم استنى شويه. صدقني يا حاج، انت بقيت زي الحديد، ما فيكش حاجه. امر غريب يا دكتور، حديد ايه زرنيخ ايه؟ وانت هتعرف اللي انا حاسس بيه اكتر مني. طب حاسس بيه يا حاج؟ حاسس ان قلب بعيد نار بعيد عنك. قول كده بقى. على العموم انا هكتب لك على حقن مناسبه تبقى تاخدها في البيت عندك، هتبقى زي الفل، بس على شرط زهره اللي تديني الحقنه. تعالى يا سعيد، تعالى احط الحاجات دي على السفره جوه. ايه ده ايه الحاجات دي؟ لا ده حاجه بسيطه كده مش قد المقام. وماله الناس لبعضيها؟ بس مين سيادتك يعني؟ انا منتصر، مدير اعمال الحاج فرج ابو اليسر، هو اللي بعت الحاجات دي للست زهره. كتر الف خيركم، لما بتاكل برضو. بس يعني بمناسبه ايه؟ بمناسبه المجهود اللي عملته معايا في المستشفى. بعد اذنكم اتفضل هنستنى وشرفتنا. تيجي لنا بقى يوم من اول النهار نقضيه مع بعض. تعالي على فكره، ده الراجل اللي اختك كانت راكبه معاه العربيه. يا سلام يا سلام يا سلام، لو يحصل اللي انا بفكر فيه يا بديعه، يا سلام هتعيش ايام عمرك ما حلمت بيها ولا عمرك تحلم بيها. تعالى تعالى لما نقيس ونشوف. كمان محدش يمد ايده على حاجه لحد ما تيجي زهره بنتي وتشوف هتعمل ايه. ماجد العماله من الصبح عندها عليك، انت بتسمعني ولا ايه؟ ما خدتش بالي. ايه يا ماجد في ايه؟ مفيش، اصلك انت النهارده طول النهار يعني ما اتكلمتش معايا خالص. يعني عشان اعمل خطر للحاج مش عايزه يزعل. يزعل؟ وايه اللي دخل الحاج بيني وبينك؟ ما انا لسه سامع اخبار حلوه. اخبار حلوه بخصوص ايه؟ انا مش فاهمه. يعني مش عارفه؟ لا مش عارفه. احنا مش هنقف نتكلم هنا، ممكن تنزل تحت تستناني؟ ويا ترى الحاج هيسمح لك؟ انا مش فاهمه انت تقصد ايه. انا واحده حره، ما حدش ليه كلمه عليا. وبعدين الحاج خارج النهارده، انا عايز اعرف هشوفك ازاي بعد كده. ماجد عشان خاطري انا هغير هدومي وهنزلك على طول، استناني. ها من فضلك. Thank you.
بدري ما لحقتيش. اه رجعت وخلاص. ومالك منعكشه كده ليه؟ بس اتخنقت. اتخنقتي مع مين؟ بقولك ايه يا ام، سيبيني في حالي، انا اعصابي تعبانه. طب اسمعي، الجدع اللي مع الحاج بتاع المستشفى جه وجاب معاك ياس، كان كده فيهم هدوم، عايزاكي تخرجي تبصي عليهم، لا يكون اخوكي ادى المدعوقه دي خطيبته حاجه. ايه؟ هو الراجل ده مش عايز يسيبني في حالي؟ انا مش عايزه منه حاجه. ايه ده يا ابني؟ مفيش غير كيس واحد. تبقى المدعوقه خطيبه اخوك هي اللي لطشت الباقي. هو فين خليل؟ نايم بره. ماشي خليل. عيله واطيه صحيح.